هل ورد عن الإمام الحسين عليه السلام حديث بحق الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف؟ في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران عليهما السلام، وهو قائمنا أهل البيت. يصلح الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة منا 12 مهدياً، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالحق، يحيي الله به الأرض بعد موتها ويظهر به دين الحق على الدين كله ولو كره المشركون. له غيبة يرتد فيها أقوام ويثبت فيها على الدين آخرون فيؤذون ويقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أما أن الصابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل يوجد شخص غير الإمام عجل الله فرجه الشريف لقب بالقائم، ومن هو؟ لقد ورد صريحاً بأن كل الأئمة عليهم السلام قائمون كما في قول الصادقين عليهما السلام: كلنا قائم بأمر الله واحد بعد واحد حتى يجيء صاحب السيف، كما ورد في بعض الزيارات هذا اللفظ مخصوص، كما عندما نقرأ ما ورد في زيارة الإمام الحسن عليه السلام يوم الاثنين وزيارة أئمة البقيع عليهم السلام وكذلك زيارة الإمام الرضا عليه السلام. فصفة القائم للمعصوم يراد بها أنه الحجة لله على الناس، والقائم بأمور الولاية التكوينية والتشريعية، والقائم بالحق في زمانه، وهذا المعنى شامل لهم جميعا عليهم السلام. ولكن لإطلاق الصفة على الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف في الأحاديث الشريفة خصوصية معينة، إذ يراد بها التعريف بالإمام الذي سيزيل الظلم ويملأ الأرض قسطا وعدلا، وهذا المعنى هو الخاص بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من بعد 12، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها.